السلام عليكم. زار والي ولاية وهران المؤسسة الإسعافية الجديدة للأمومة والطفولة في منطقة كانستال، ببلدة كانستال إذن، واللي عرفت يعني عملية تاع تجهيز كاملة، والآن دخلت في حيز الخدمة. إذن خليكم تابعوا الفيديو حول الزيارة نتاع والي ولاية وهران إلى هذه المؤسسة الإسعافية الجديدة، اللي أكيد تنضاف كمان دائما وأبدا نقول تنضاف إلى المنظومة الصحية الوطنية، وتعزز القدرات الاستشفائية لولاية وهران اللي تعززت كثيرا في الآونة الأخيرة بعدة مؤسسات استشفائية. إذن هنيئا لسكان ولاية وهران وللجزائر بهذا الإنجاز الجميل. خليكم تابعوا الفيديو حول الزيارة إذا تاع والي ولاية وهران إلى المؤسسة للأم والطفولة ببلدية كانستال، والسلام عليكم.